السادة النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني الأحرار. تفضلوا السيد النائب. عن التدابير المتخذة لحد من حوادث السير نسائلكم وشكرا. تفضلوا السيد الوزير. شكرا سيد الوزير. حوالي 4000 ضحية سنويا، الالاف ديال الجرحى والمصابين، الخسائر الاقتصادية والاجتماعية تقدر بحوالي 20 مليار درهم سنويا، إضافة إلى ما تخلفه الحوادث من ضحايا أو من أيتام وأرامل. هذه سيد الوزير أرقام ثقيلة وكبيرة مقلقة، ملي كنسمعوها كنصدموا. سيد الوزير، أعياد وعطل ومناسبات أحيانا تتحول من أفراح إلى مأساة بسبب حرق الطرقات. بغض النظر عن المسؤول والسبب، واش هشاشة الطرق أو لا تهور السائق أو لا قلة المراقبة والتوعية، فكيبقى الضحية هو مواطن، هو إنسان، هي الروح اللي عزيزة عند الرحمن وغالية لدى الوطن. سيد الوزير، كنعرفوا بأنكم كتقوموا بمجهود تشكرون عليه وكذلك الوكالة الوطنية، ولكن سيد الوزير هذا المجهود ما كافيش، الموضوع يتطلب إلى مجهود أكبر، خاصة وأن التقرير المجلس على الحسابات كشف بأن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية التي تلقتها الحكومة السابقة فشلت في تحقيق الأهداف المصدرة. واليوم احنا في حكومة اجتماعية اللي نجحت في تدبير مجموعة من القضايا، خرجت ميثاق الاستثمار، فعلات ورش الحماية الاجتماعية، دبرت بحكمة تقلب ديال الظروف. بغيناكم أيضا السيد الوزير وكنطالبوكم في الفريق التجمعي أنكم تخرجوا استراتيجية جديدة اللي غادي تحمي الحياة ديال المغاربة. بغيناكم تخرجوا استراتيجيات جهوية اللي غادي تراعي خصوصية ديال كل جهة. بغينا استراتيجيات اللي غادي تحسن البنية التحتية، اللي غادي تساهم في التوعية بخطر ديال حوادث السير على المجتمع. بغينا تكثيف المراقبة والتوعية والمراقبة لا ديال تسليم رخص السياقة ولا ديال المراقبة التقنية للسيارات، وأيضا المراقبة ديال السرعة والمخالفات ديال قانون السير. انتهى التوقيت السيد نائب المحترم. هل من تعقيب إضافي؟